السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم غنقدم معكم طاجين قمامة بالدجاج بلدي. ها هي دجاجة فيها 2 كيلو لاروب، وغادي نحتاجو العطرية، الخرقوم، سكينجبير، شوية الملحة، البزار، زعفران شعرة، والقرفة، وزيت الزيتون، كاس لاروب ديال زيت الزيتون. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو هنايا بصلة مفرومة كبيرة، كنشعلو البوطة، كنديرو زيت الزيتون، بسم الله على بركة الله، كنضيفو ليه دجاج بلدي. هاد الطاجين زوين، طاجين هماوي، كنحتاج ضروري يكون دجاج بلدي. ولا بغينا نديرو ليه لحم غنمي نديرو ليه، ولا لحم بكري ماشي مشكل. كنضيفو هاد التوابل من القرفة وزعفران شعرة، الخرقوم، سكينجبير، البزار. انا كنخدم بيدي بزاف. كنضيفو 3 دروس ديال الثومه، وكنخلطو الكل جيدا مزيان على حقه وطريقه، ونخليوه يتشحر ونكمل معاكم. وهاد الطاجين ديال القمامه كنرافقوه بمطيشه معسله. كنضيفو هنايا 4 الحبات ديال المطيشه، كننقيوهم على حقهم وطريقهم، ونزولو منهم الزريعه، وكنضيفو ليهم معلقه صغيره ديال شوية القرفة بحال هكا، نزيدو شوية، وكنضيفو ليهم معلقة كبيرة ديال الزبدة، بحال هكا، وكنضيفو 3 المعالق كبار ديال السنيدة، من بعد الطاجين ديالنا كيتشحر كنغطيو طنجرة ديال مطيشة معسلة، هي كنغطيوها ونخليوها تشحر، وكنوجدو بصيلة صغيرة باش غادي نديرو الطاجين بحال هكا، بصيلة تكون بحال هكا بيضة. من بعد ما كنقشروها على هاد الطريقة وكنحطوها هكا، ملي غيتقدل لينا الطاجين ديالنا غنضيفو ليه هاد البصيلة، وغنضيفو ليه شوية القرفة وشوية العسل. العسل من النوعية الممتازة، يكون عسل زوين. وغادي نحاولوا نمرقوه، نديروا الماء يكون ديجا طيب عندنا، وغنكمل معكم مني غادي يتقلى الطاجين ديالنا. انا غادي نكمل معكم. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا دوز لينا ساعة الا ربع ديال الوقت، هكا كيكون دخل فيه الطياب دابا مزيان. كنديروا البصلة ديالنا نرميوها، بسم الله على بركة الله، اللي بغى يديرو في الطاجين يديرو ماشي مشكل، الطاجين ديال الطين حتى هو كيجي مزيان. نديرو له شوية ديال القرفة من الفوق، ومعلقة ديال العسل، بسم الله،
نزيدو شويه على حساب، كاين اللي يبغي الحلاوه كاين اللي ما يبغيهاش. الا ما بغيتوش ديرو نهائيا العسل ما ديروش. صافي ونسدو على الطاجين ديالنا يطيب. من بعد ما درت مطيشه تعسلات، ها هي هكا تعسلات على حقه وطريقه. قبيله نسيت ما قلتش لكم بما تنزيدو حتى الملح، نسيت الملح ما قلتهاش، سمحوا لي ما ذكرتهاش. ها هي من بعد ما طيشه ما تعسلات على حقها وطريقه هكا، بقات على العافيه مهيله تطابت. غنطفيو عليها دابا نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين. صافي من بعد ما طيشه ديالنا هي وجدات، كنسدو عليها هكا ونطفيو عليها البوطه نشوفوا التقديم ديال الشكل النهائي. نخليكم دابا تيوجد لينا هكا يطيب لينا الطاجين ديالنا. بسم الله على بركة الله، بعد ما وجد لينا الطاجين ديالنا هكا على هذا الشكل، طابت البصيلة على حقها وطريقة، والمريقة هي تعقادت جات زوينة. ما نقولش لكم المشاهدين واحد الريحة طالعة كتشهي. غادي دابا نحطو الطاجين ديالنا نقدموه باش نوريكم الشكل النهائي. بسم الله، طاجين القمامة ها هو وجد لينا بهذا الشكل. المرق ديالنا جا عاقد شارب مزيان، والبصيلة هي شربت داك المرق وجات زوينة. نقولش ليكم واحد الريحة كيفاش طالعة كتشهي. متبخلوش علينا المشاهدين ديالنا بلايكات ديالكم، واللي بغى شي حاجة مرحبا يكتب ليا في الكومنتير ديالي ويقول لي شنو اللي عجبو شنو اللي ما عجبوش. ديك الهويدات ديال القرفة هي مطيشة ديالنا ساهية. بحال هكا اللي بغى يزيد عليه اللوز، انا ما درتوش، بغي يزيد عليه اللوز مقلي هو كيجي هائل ويكمل به الزواق ديالو. بغي يزوقو بزنجلان حتى هي. دائما نزيدو بسيكار من راسنا. الشكل النهائي اعزائي المشاهدين، بصحة وراحة. ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والكومنتير. يلا بصحة وراحة.